فعلا ولا مجرد حكاوي حقيقي بجد ولا هو شويه فتاوي محتاج يوصل له يثبت الايمان وابقى ساعد هواسط وثابت مهما كان ولا تتهز شعارك ثوابتي والاصول واقف على ارض صلبه واللي يقول يقول، واللي يقول يقول واقف على ارض صلبه واللي يقول يقول اخر مرة بيتر كنا مع بعض تكلمنا كثير في انجيل آه جميل بعد ما بتجاوب على حبة اسئلة كده الانجيل تحسه بيتفتح قدامك طبعا بتبتدي تشوف حاجات أوه. وتفهم حاجات ما كنتش ما كنتش عارفها يعني ايوه ايوه بس انا المرة دي هتكلم على انجيل يوحنا بصراحة يوحنا انا ما اعرفش ليه مش بيكتبوا اسمائهم ف... فدايما يطلع السؤال من النقاد ليه مش كاتب اسمه؟ انا عندي سؤال ايه هو دليلنا على انه يوحنا ده هو الكاتب برغم انه مش كاتب اسمه جوه؟ ولو كتب اسمه مش اسمه هيجوا النقاد يقولوا لك <applause> الله طب ولما هو معروف ليه يكتب اسمه؟ كاتب اسمه ده اكيد مش هو <applause> عشان وحب كده وعشان كده كتب اسمه يعني بطرس الثانيه كل شويه يقولوا لك ايه؟ ده هو قاعد يقول على روحه كنت في جبل التجلي والرب قال لي هموت ازاي؟ وما... طب وماله يا جماعه ما هو بطرس لا ما هو لو هو ما يكتبش الكلام. ما كانش قال طب هو يوحنا ما قالش خلفنا من انه هو يوحنا ولا مش يوحنا لكن طبعا اللي كتب انجيل يوحنا هو يوحنا انا عايز بقى الاثباتات مره يعني. جوه الاثباتات كتيره جدا اقول لك يوحنا هو اكتر واحد عاش من التلاميذ والرسل بعد ما نوفي في بطمس في بطمس وكتب سفر الرؤيا والكلام ده في أواخر هو... التسعينات ميلادين اه هو استشهد ولا مات عادي؟ مات متطابق؟ ما نعرفش، يعني آه. مش أكيد آه ما عندناش اه, آه. آه لكن يقال إنه يوحنا لم يفتشها ويمكن يمكن ألقى دليل على كده يأكد الفكرة آه. إن لما الرب قال لبطرس ااا آه هينول الشهادة إزاي؟ سألوا عن يوحنا قال له انت ما اه يعني احنا ب... بنرجع اولا واخيرا للي بين ايدينا كلمه الله ونحتاجنا اي تاكيد على اي حاجه بنرجع للمراجع المختلفه. بيأسروني بصراحه الرسل بحياتهم، انا عارف ان الكلام ده مش في الانجيل بس فعلا بتأسر بحياتهم أو. يعني وبطريقه حياتهم وازاي بالانجيل صدقني، يعني وزي... انظروا الى آه. نهايه سيرتهم ازاي عاشوا وازاي عاشوا للرب ده حقيقي، يوحنا كان له تلميذ مين اقرب حد البولث تقدر تقول يعني لو قال لي حاجه عن بولث انا هبصم وراه بالعشره لو تلميذ لؤة مين كمان؟ وتيموثاوس اه وتيموثاوس وسلوانوس كمان وثيل مظبوط هل يوحنا ما كانلوش ناس آه ناثق فيهم وناثق في ارائهم؟ اكيد ليه اكيد ليه انت عارف يوحنا يمكن مكتوب 90 ميلاديه اه وكان في في التوقيت ده معاصر ليه إكليموندوس الروماني تمام وإكليموندوس بيشهد امم ان يوحنا هو كاتب اللي كاتب انجيل يوحنا اه اه يعني ده واحد معاصر مش هقول لك مثلا ايه فرق 20 30 سنه فشهادته موثوقه آه. لا ده ده معاصر آه. وبيقول يا جماعه يوحنا هو كاتب انجيل يوحنا آه. اضف الى ذلك اه بوليكاربوس تلميذ يوحنا ناقل نقل مباشر منه إريناوث عن شهاده بوليكاربوس بانه يوحنا هو الكاتب الكاتب فيعني انا مش بقول لك اوريكانو آه. اللي هو سنه 200 ولا 220 ميلاديا لا انا بقول لك 95 ميلاديا كليمندوس الروماني 140 ميلاديا بوليكاربوس 180 إريناوث وقريبين طب جدا طبول. كل ده ما كانش عدى قرن واحد على كتابه انجيل يوحنا هل عندنا طيب دلايل تانية، الدلائل داخلية، دلايل من جوه السفر بقى نفسه، بتقول لي إن يوحنا هو الكاتب؟ أقوى دليل آه. هو اللي بيقول لك ليه مش مكتوب إسمه يعني عدم كتابة عدم كتابة اسم يوحنا آه. تقطع الشك باليقين إنه يوحنا، قولي لي ليه؟ ليه طبعًا؟ هقول لك، آه. أنت فاكر لما قلت لي مرقص مش شاهد عيان؟ قلت آه. لك صح، آه. لقى مش شاهد عيان صح صح، طب يوحنا؟ لا، شاهد عيان ونص بينقل تفاصيل ما نقلهاش اي حد تاني واحد موجود وشايف وبيقول تفصيلات عن بعض تلاميذ يمكن عدم ذكر اسمائهم مش مهم قوي <applause> يعني مثلا لما اقول لك اندراوث والتلميذ الاخر راحوا ورا الرب من الساعه عشرة يا سلام قول لي بقى اتوقع واحد زي لوقا بيهتم بالتفاصيل يكتب ده لا لو واحد ما شهد من عيان بقى آه مش آه طيب. يعني لقا يهتم بالتفاصيل آه يعرف مين اللي راح لكن راح الساعه كام؟ لا ده واحد قاعد بقى لا ده واحد قاعد معاهم آه يعني طيب مش انت عارف انه فيه في في يوحنا ثمان معجزات سته منهم ما لهمش حد لا متى ولا مرقص ولا لؤ معجزتين اشباع الجموع والمشي على الميه آه هم اللي ذكروا باقي الاناجيل فمعجزه اشباع الجموع يقول لك التلاميذ بأسمائهم، ده فيلبس قال عاوزين خبز ب دينار، ده أندراوس كان معاه غلام، إيه ده؟ ده أنا قاعد معاك ده واحد، طب ده ده في يوحنا آه. 6 حكاية فيلبس وأندراوس دي، في يوحنا 14 في تلميذ يعني نادراً مش نادراً ما حصلش ما حدش حتى قال عنه إنه قال حاجة، كان في اتنين اسمهم يهوذا من تلاميذ الرب م. صح؟ اه طبعا يهوذا الاسخريوتي ويهوذا الثاني يهوذا ال... مش مش فاكر اسمه يهوذا ايه؟ هو الكتاب بيقول عنه يهوذا ليس الاسخريوتي اه 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 <applause> فشوف هنا يوحنا في انجيل يوحنا أربعة 14 عدد 22. بيقول قال له يهوذا ليس الاسخريوتي يا سيد ماذا حدث حتى انك مزمع ان تظهر ذاتك لنا وليس للعالم جميل يبقى لما يقول تفصيلات عن فلوبس وعن نثنائيل وعن اندراوث وعن يهوذا الإسخريوت يعني لما يقول لي تفصيلات عن بطرس وعن يعقوب وعن تلاميذ مشاهير اوكي لكن ده انت بتقول لي تفاصيل بتاعه التلاميذ باسمائهم طب لو انت عاوز بقى تدون اسماء مين اشهر من يوحنا تكتب اسمه لو مش انت يا يوحنا الكاتب لكن لانه هو الكاتب ففي اتضاع شديد بيشير الى نفسه باعتباره التلميذ الذي كان يسوع كل واحد بيكتب من م. الاربعه علشان يبين لنا شخص المسيح من ذويه اه ولو قايل الغرض م. اذ اخذ كثيرون بتاليف قصه في الامور المتيقنه وجايب الغرض اول حاجه في الانجيل اه ويوحنا قايل الغرض بس يوحنا جاب لك الغرض في اخر حاجه في الانجيل لما قال اللي عاين وشهد وشهدته حق علشان تؤمنوا انتم باسمه ولو امنتوا يكون لكم حياه آه. فالغرض ان يوحنا بيكتب علشان نخاطر نؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله ويبقى لنا حياه ابديه لو امننا بيه طب عندي سؤال تاني فت. يعني احنا حتى لما بنيجي نتكلم عن متى ومرقس ولوقا الدارسين بيقولوا عنهم الاناجيل الاذائيه اللي شبه بعض شبه متشابه اللي فعلا. بيقولوا بيقولوا حاجات شبه بعض م. ليه انجيل يوحنا بالذات برغم انه مطلق عليه لفظ انجيل أوه. الا انه تشعر انه مختلف في الاسلوب يعني آه. في طريقة سرد الأمور ويعني وال... وال... المنظور اللي بيتكلم بيه. فالحقيقة الحقيقة داريتين ما عندهمش مش مشكلة. اللي عندهم مشكلة المتشككين. يعني. فلو كله شبه بعضيه يقول لك ده شبه بعضيه إيه في ولو واحد اختلف عنهم يقول لك الله ده مختلف عنهم. يبقى ما ينفعش يبقى زيه يعني. آه. طب أنتوا عاوزينه متشابه ولا عاوزينه مختلف؟ هم مش عاوزين مش عاوزين الكتاب. هم مش عاوزين الله ومش عاوزين كتاب الله. لا متشابه عجبهم ولا مختلف. عجيب بس يوحنا زي ما بقول لك بيكتب لي عن هذا الشخص السماوي الله المتجسد في البدء كان الكلمه وكان الكلمه الله والكلمه ثار جسدا جاء وحل بيننا فهو بيكتب من زاويه تختلف تماما عن انه هو الملك او هو العبد زي مرقص او هو ابن الانسان زي لوقا فتشعر انه متى ومرقص ولوقا بيكلموني وعينهم على إنسانية يسوع المسيح أما يوحنا فبيكلمني وعينه على ألوهية يسوع المسيح أنا بشكر الرب كتير إن البدع والهرطقات ظهرت بدري بدري يعني تخيل لو البدع والهرطقات أخرت كان مين يرد؟ يعني لو أخرت لبعد موت الرسل كنا احنا نضيع طبعا لكن يعني شوف تفرع عدو الخير جيب النفع علينا احنا فتفرع عدو الخير من بدري عاوز يضرب في المسيحيه فراح ابتدت تطلع الغنوثيه ويوحنا عايش مم. لو كان يوحنا مات وجت الغنوثيه انا كان ممكن احتار حيره كبيره جدا لكن ابتدت الغنوثيه تقول لك إيه؟ الماده شر وطالما الماده شر يبقى يسوع ما جاش في جسد مادي يبقى كده في الهيئه كانسان لكن هو انسان لحم ودم اه اه والكلمة ثار جسدا جاء وحل بيننا مم. وعلشان كده يوحنا في رثيله بيقول لك كل من لا يؤمن انه يثوق آه بالجثة لا لا هو هنا يعني مش معنى انه بيركز على لاهوت المسيح انه بينكر انسانيته لكن آه. بيجيب لك مزيك عجيب في معجزات ما وردتش قبل كده في الاناجيل زي شفاء الاعمى وزي اقامه لعازر إيه علشان يؤكد على نثوت المسيح ولاهوته في نفس الوقت حديثه مع الثامري ما تلاقيش حديث الثامري ده موجود اه الاناجيل في, في متى ولا في مرقس ولا آه آه يعني آه. اقدر اقول لك 85% من ماده انجيل يوحنا جديده طب مش ده يثير التشكك يعني يقول لك حاجه غريبه طب يعني انا لو سالت نفسي مثلا سؤال ليه جاب منين الكلام دوت هقول صح ما كان عايش معاه ايوه يعني كان ملهاش ملهاش عايش معاه ملهاش لكن انا اقول لك مكان. على حاجه مش يثير التشكك اه ده يديني احط في بطني بطيخه خفيفه من جهه الحكايه دي ليه بقى؟ ليه؟ واحد غير يوحنا ولا هو تلميذ ولا هو رسول وهيألف انجيل الاسلام له يألف انجيل يمشي مع متى ومرء ولوقا ولا يخالفهم الاسلام له يمشي يعمل حاجه زيهم كده يبقى لو جه شبههم ممكن اخمن انهم يسترق منهم عاوز ياثر السلامة ويحط روحه لكن لانه جه مختلف ده يقول يخليني ابصم بالعشره ان هو يوحنا ومحدش يقدر غير يوحنا يكتب حاجه مختلفه عن ما مرقس فهو له المصداقيه شاهد عيان وشهاداته حق فكونه مختلف لا ده مش ده مش يعيبه ده هو اللي يديله الميزه إنه مختلف عن ما تمرقف لأ شكرا شكرا يا أخ أسامة فعلا أنت بتتعب معايا جدا أبداً في موضوع الأناجيل والأسئلة دي لا ده هو مهم جدا إن احنا نرجع ونشوف مين قال؟ مين كتب؟ مين طب هل في فعلا الكلام اللي احنا بنقراه ده ولا محرف؟ ولا حد غيره؟ ولا تشوه؟ ولا بدلوه؟ لا تبدل ولا تحرف ولا هو ده اقوال الله رساله يهوذا اه سهله هي سهله واحد وما فيهاش مشاكل اه بس ولا فيها حته كده <applause> انا الاول قبل ما ادخل في الحته ديت عايز اسالك مين الكاتب هل يهوذا ده يعني هو الكاتب فعلا ولا ولا ده اسم لاحق اتحط لها بقت اسمها رساله يهوذا اه هو يهوذا بس هل يا ترى هو يهوذا ليس الاسخريوتي اللي واحد من ال 12 يعني في يهوذا الاسخريوتي وفي يهوذا ليس الاسخريوتي طبعا مش الإثخريوتي اه مش, مش الاسخريوتي ده, ده بعيد يهوذا ليس اسخريوتي احد تلاميذ الرب يسوع كان قال يهوذا رسول يسوع لو هو مم. علشان يدي كلامه ختم انه رسول اوكي